السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام مبنى مصطبة المحمل أو كشك الخديوي بميدان تحت القلعة بحي الخليفة في القاهرة. احنا كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن ميدان الرميلة وميدان تحت القلعة، ياريت اللي ما شافهاش شوفها ضروري، هي موجودة على الصفحة. وقلنا ان هم أهم الميادين في مصر في العصور الوسطى ومصر الإسلامية عامة، وكان بيخرج منهم احتفال مهم جدا، هو من أهم الاحتفالات في تاريخ مصر، اللي هو الاحتفال بدوران المحمل وخروج كسوة الكعب. أفكركم إن الاحتفال ده بدأ في العصر المملوكي مع السلطان الظاهر بيبرس، يعني بعد سنة 658 هجري 1260 ميلادي، واستمر بعد كده في العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي، وده السبب اللي جابنا هنا النهاردة بمناسبة أسرة محمد علي، لأن المبنى الجميل اللي أنا واقف فيه ده بناه الخديوي إسماعيل في سنة 1280 هجري 1864 ميلادي تحت مسمى مصطبة المحمل أو كشك الخديوي زي ما قلنا، علشان يحضر من هنا الاحتفال بخروج كسوة الكعب. الكسوة كانت بتيجي من دار الصناعة بتاعتها، وكان في أكتر من دار صناعة عندنا في مصر، آخرها وأشهرهم اللي هي الدار اللي موجودة في شارع الخرومفش في حي الجمالية في القاهرة، اللي عملها محمد علي باشا، زالت موجودة لغاية النهاردة. تيجي الكسوة على ظهور الجمال، والخديوي يبقى حاضر بنفسه هنا في الخرابة دي ومعاه كل رجال الدولة، تخيلوا قاعدين هنا برضو، وقدامهم بيشاهدوا بقى الجمال وهي بتلف حوالي 3 لفات في قلب الميدان، وبعد اللفة التالتة المدافع اللي موجودة في القلعة تضرب بقى الطلقات بتاعتها ابتهاج بالاحتفال وخروج الكسوة، والناس اللي موجودة بقى برة يرموا عليهم من هنا برضو، لان احنا بنقول احنا تحت القلعة مباشرة، يرموا عليهم قطع الفضة في المكان ده. هو اتحول للمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هو بدأ مع فؤاد في الثلاثينات، حوله وخلاه تابع للجيش، حاجة اسمها رئاسة أو الأسلحة والمهمات التابعة للجيش المصري. وبعدين حد قال لي من الجيران اللي هنا ان هو بعد الثورة بعد 52 اتحول لمحكمة، كان تقريبا محكمة الضرب الأحمر. لكن المنظر الأخير اللي انتوا شايفينه ده حصل بعد ما خدوا الحزب الوطني، وجا في الثورة في 25 يناير اتحرق، فبقى بالشكل ده. كانت الكسوة يعني الاحتفال بقى اللي هيتم هنا قبل ما هي يعني هتخرج من هنا تروح جامع الحسين، تلف بقى في شوارع القاهرة وبعدين تروح جامع الحسين وبعدين تطلع على مكة. المبنى ده ومعاه مبنى تاني اللي احنا قلنا عليه ان هو دار الكسوة اللي موجودة في الخرومفش، هي دي المباني اللي متبقية اللي بتتكلم يعني او اللي بتفكرنا بموضوع كسوة الكعب. الباقي كله هنلاقي حتى حاجات يعني موجودة في المتاحف وكده، قطع من الكسوة، لكن كمباني هو ده. انا عرفت ان هو مش متسجل اصلا، وكانوا في محاولة لتسجيله، يعني لو ما كانش حتى هيترمم بسبب موضوع الكسوة والاهمية التاريخية اللي هو بيتعلق بيها، ممكن بصفته كان محكمة في يوم من الايام او حتى حاجة تابعة للجيش المصري في وقت من الاوقات، لو مش مهم عندنا موضوع الكسوة. انا مش قادر يعني اتكلم اكتر من كده، هو فاضل حوالي ساعة بالظبط على المغرب. كل عام وانتم طيبين، ما تنسوش تعملوا شير. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.